بشوفك قبل ما اروح. لا تفوت على الغرفة، لا تفوت. يمكن بشير اللي شافنا. مهند خلص. لسه ما خلصنا. يمكن يكون هو. لو كان هو كان وصلها لعمي بلمح البصر لأنه بيكرهني كتير. لا أكيد مو بشير. إذا في حدا شافنا بتكون أمك. بس هلأ نحن بأمان. هلأ روح. عساس رح تضل بالبيت اليوم؟ قلت بروح على الشركة لعند عمي. وليش غيرت رأيك؟ ما بعرف، إذا قعدت كل نهار بالبيت رح مل. قلت بروح على الشركة أحسن. معقول أنت بتمل من القعدة معنا؟ يلا روح، برافو عليك. أساساً بهالأيام صاير الكل بالكل عند عمك. كأنه في تلميح بهالكلام. لا أنا قلت لك اللي عم شوفه. عدنان صاير عم يفتخر فيك. خاطركم. مع السلامة. يلا بسرعة أعطيني خاتمي الألماس رح أتأخر. تفضلي. شوف قال البناطلين بجهة، خود وما بعرف شو قال بجهة تانية. عم تعلمني كيف بدي اشتغل؟ كأنه نحن ما بنعرف شي. فستانك موسخ. اتلوتت وانا عم بدور على حلق بين الزريعات. والله في شي بعقل هالمرأة. عشو عم تتطلع؟ هالبقعة اللي هون ما رح تنضف. لا سمح الله لا تقولها، والله كانت بتهد البيت على راسنا وبتبلش حفلة تانية بقى. بس مو محرزة، هي طين. مزبوط هي طين. خدن وقل له جهزن بعد يومين ما يتركن لآخر الأسبوع. يلا بعد كل جلسة بحس حالي مشاركة بمسابقة ماراثون من كتر التعب.
إذا سافر الإنسان لوحده بيتعب كتير. مزبوط. عم تشوش كتير واتعذب مشان لاقي شي من طفولتي. قال عم خاف أكتر شي من الخسارة أو حدا يغلبني. من الضياع كمان. وقت كنت صغيرة ما كنت حب ألعب الطمامة، كنت أعمل مشاكل مشان ما أدور على حدا. كان عندك حجة دائما. مليت، تعبت، بردت، عرقت، نساتني هيك. في عندي حجج دائما. كل شي تعودت عليه بدي اياه يكون عندي، وكل شخص بحبه بحياتي بدي اياه يضل معي. مين ما بيريد هذا الشيء؟ خليني اشوف مهند. مهند طلع. لا، راح على الشركة. يا الله. إذا بدك ارتاحي شوي تاني حتى يجي موعد درس البيانو. ما في عندي شيء أعمله. Thank you.